على قلب واحد. كلنا شفنا هذا البرنامج المؤثر اللي تقدمه شركة بتلكو، واللي تحكي من خلاله حكايات إنسانية. وبعد الحلقة الأولى منه اللي كانت بطلتها نور، بتلكو بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اليوم راح يكرمون بطلة أول حلقة. إذا حابين تعرفون التفاصيل خلكم ويانا. حضر اليوم الفريق التطوعي وممثلي شركة بتلكو للتبرع باسم نور، والآن هو دورك للمساهمة والتبرع. احنا في بتلكو حابين نسلط الضوء على الحالات الموجودة اللي يسمى كل مجتمع، وفي هذا الشهر الفضيل حابين نساهم، وان شاء الله الجميع يساهم في هذه الحملة. وجزاكم الله خير ان شاء الله ويعطيكم العافية. حملة بتلكو الرمضانية هي حملة توعوية، بحيث ان احنا نسلط الضوء على بعض الحالات الإنسانية في المجتمع، وفي نفس الوقت نحاول ان نخلي الناس تتبرع خاصة في هذا الشهر الفضيل وتساهم ولو بشيء بسيط، لان هذه المساهمة البسيطة راح تفرق الكثير لحياة هذا الشخص وحياة اهله. وطبعا احنا ما ننسى دعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية على دعمهم الدائم والكريم لهذه المبادرات والأعمال الإنسانية سواء كانت داخل أو خارج مملكة البحرين. الشكر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تصرفت بالأعمال بعتاكم بتلكو هنسية الشتاء كفوفي في آثار الشارع في الدينة نتبرع نتحمم ومساندتهم. طبعا احنا حابين نشكر بتلكو على تبنيها لهذه الفكره ولمبادراتها المجتمعيه المستمره كشركه وطنيه رائده، ونتمنى لهم ان شاء الله دائما دوام التوفيق والنجاح في كل مبادراتهم. طبعا احنا هذه مو تعاوننا الاول مع شركه بتلكو، دائما شركه بتلكو حاضره معنا في كل المشاريع وفي كل الحملات الخيريه اللي احنا نسويها. طبعا مبادرتهم لدعم مشروع مشاكل السمع كانت مبادره جدا طيبه في هاي الوقت بالذات في شهر رمضان، عشان يوعون الناس على أهمية التبرع ودعم المشاريع اللي تقدمها المؤسسة حق الأيتام والأرامل والأسر المتعففة. وإحنا جداً سعداء بتعاوننا مع شركة بتلكو بشكل مستمر، ونطمح إن شاء الله في المستقبل حق المزيد من التعاون.